خفض البنك المركزي التركي نسبة الاحتياط الإلزامي للمصارف 50 نقطة في إطار خطوات لتعزيز السيولة. وقال المركزي التركي إنه قد يوفر ما يصل إلى 370 مليون دولار فضلاً عن 600 مليون دولار للقطاع المالي. بهذا ارتفعت أسهم المصارف التركية 1.6%، وذلك بعد خسارة صادرات بقيمة مليار دولار خلال الشهر السبعة الأولى من العام بسبب الأزمة الدبلوماسية التي نشبت مع روسيا، إلا أن تطبيع العلاقات يعود بالنفع لكلا البلدين.